كده ولا سبعين؟ رايت قبل ما نبدا بس عايزين نعمل حاجه على الشات بس في كوفيكشن كده على المساله. احنا عندنا جروب كده ماشي فيها فن المساله الاولانيه في الشيت كان عندي مياه كتير بالمنظر ده، كان عندي جروب بيتحرك انا بنص المنظر ده في سبجكت ايه؟ ماجنتيك فيلد لاينز. كان المفروض نحسب دي ام اف على ايه؟ على اللود. كنا حليناها بطريقتين، الطريقه الاولانيه ان احنا كنا بنعمل ايه؟ نقول دي ام اف تساوي نيجاتيف دلتا فاي باي دلتا تي، صح كده؟ نقول ايه؟ نيجاتيف دي باي دي تي والفاي هو ايه؟ تكامل زيرو دي اس.
احنا كنا عرفنا دي في الاتجاه ده، الدلتا اس في الاتجاه ده، خليها اسهل كده مثلا، بس تبقى الستة واضحة. ال دي وادي الدلتا اس، ببساطة هنكمل البي دوت دي اس، هي البي في الدلتا اس، وهنكمل على اللوب من 0 لـ A ومن 0 لـ A كوزاين الزمني، تمام؟ فدي كانت طريقة حل. كان في طريقة حل تانية اللي هي بتاعت الاف دوت دي ال، اللي هي تكامل بي كوس بي بي دوت دي ال دوت دي ال، هنا بنكمل على ايه؟ بنكمل على اللوب نفسها. اللوب اللوب عندي عبارة عن أربع أضلاع، فأنا هقسم التكامل ده إيه؟ أربع تكاملات، تكامل على دلتا ال واحد، دلتا ال اثنين، دلتا ال ثلاثة، دلتا ال أربعة. احنا كنا عملنا المرة اللي فاتت احنا كنا عملنا على ايه؟ على ضلعين بس، وقلنا الضلعين التانيين ايه؟ الضلعين كانوا بزيرو زيرو زيرو ليه بقى؟ عشان نعمل ايه؟ عشان لما جينا عملنا بالنسبة الدلتا ال بتاعت 2 و 4 خلاص حسبنا واحد دلوقتي السكشن اللي فات بالنسبه ل 2 و 4 بقى ادي الضلع هو احنا نبص للتوب فيو ادي دلتا ال 2 وادي دلتا ال 4 دلتا ال 2 بالمنظر ده مثلا الاتجاه هو ايه؟ نفس الاتجاه البين بتاع الصفر كويس كده؟ ده بالنسبه ل 2 او 4 تمام؟ الفي في انهي اتجاه؟ هو بيلف صح؟ انجلر فيلوستي كنا عرفنا المره اللي فاتت العلاقه بين الدنيا فيلوستي والانجلر فيلوستي هي ايه؟ في تساوي اوميجا في الراديوس بتاع الموت تمام؟ اللي هو ايه على الكاركترز؟ في المثال ده اتجاه البي هو ايه؟ اتجاه الفاي اتجاه الراديشن الروتيشن هو الاتجاه ده او اتجاه ولا اتجاه البي مثلا لو عايز احسب بي بلس بي في وفي في نفس البلين بتاع الصفور صح؟ ففي كروس بي في اي اتجاه؟ الاول بتاع الكروس برودكت ما بين اثنين فيكتور في نفس البلين دول عمود عادي هيبقى عمود عادي فليكن مثلا هو ده في كروس بي فانا هعمل في كروس بي ده دوت دي ال في الاربع تكاملات دول مين فيهم اللي هيبقى بصفر ومين مش هيبقى بصفر؟ ال في كروس بي ده دي كروس بي ايوه كروس جي ال جي ال هنا ايه؟ في الاتجاه ده سواء الاثنين او اربعه ودي دلتا ال واحد مثلا ودي دلتا ال ثلاثه فاحنا كنا اتكلمنا السكشن فات ايه؟ دلتا ال واحد دلتا ال ثلاثه يبقى ليهم ايه؟ اثنين واربعه هم اللي هيكنسلوا اثنين واربعه هم هيكنسلوا هيكنسلوا ليه؟ عشان نفس الدايركشن عشان الزاويه ما بين دلتا ال اثنين والفي كروس بي وفي كروس بي كام؟ 90 عشان كده ايه؟ اي دلتا ال الضلع الثاني او الضلع الرابع ده هتبقى ابسط تمام؟ بعد كنا قلنا السكشن اللي فات بس عشان انا كنت حس في التحضير ان ايه؟ ان هم بيكنسلوا بعض الاجابه دي مش صح تمام؟ الاجابه ان اي دلتا ال هنا ملهاش اي كومبوننت في ايه؟ مقفل كومبوننت تمام؟ هنتكلم النهارده ان شاء الله عن ماكسويلز ايكويشنز تمام؟ عندنا الاربع قوانين بتوع ماكسويلز ايكويشنز اللي بيربطوا ما بين الكتريك فيلد والماجنتيك فيلد عندي static electric field equation time varying field بيأثروا على بعض ازاي؟ عايزين نمسك كده كل equation ونحاول نفهم ايه؟ البارامترز اللي فيها تمام؟ فاحنا عارفين جاوس لو دايفرجنس دي برو على اف لما نبص على الانتجرال الانتجرال بتاع جاوس لو هنفهم ان في هنا ايه؟ electrostatic flux او التكامل بتاع اي دوت دي اس فالقانون بيقول لي ان الالكتروستاتيك فلكس اللي خارج من سيرفيس محوطه شارج عندي يساوي ايه؟ يساوي الكيو اللي موجوده في الشارج دي على ابسلون فافهم من كده ايه؟ افهم وانا بصيت على الديفرنشال فوق الديفرنشال دي معناها ايه؟ او الفيزيكال مينينج بتاعها ايه؟ الشورت تقريبا تمام او الفلو الفلو بتاع حاجه بمعنى ان لو الدايفرجنس بتاع فيكتور معين له قيمه او مش بصفر يبقى افهم من كده ان الليكويد فيلد لاينز ايه؟ على بعض اوبن لاين اوبن اوبن لاين اوبن لاين لو عايز افهمها من هنا مثلا انا عندي تشارج هنا احنا عارفين لو في تشارج هنا وبنقول عليها سيرفس اس سي او فانا عارف ان التشارج ده لو بص مثلا اتحرك ايه؟ الليكويد فيلد لاينز النمبر
انا لو قفلت الكلوز سيرفيس على الكتريك فيه اللاينز دي هيطلع فيه نت فلوكس اوت ولا لا. انما لو كان اللاين دي كلوز وقفلت عليها مش كلوز سيرفيس يبقى الفلوكس اللي خايف زي ما داخل لما يدخل يدخل تاني صح؟ فلو الدايفرجنس صفر معنى كده ان ايه؟ لو دايفرجنس صفر معناها انها كلوز كلوز لكن لو دايفرجنس قيمه معينه ده معناها ايه؟ ان في نت فلوكس قال من السيرفيس ده بقفل عليه وبالتالي فالليكوال في اللاينز دي ايه؟ اوفر لاين. فدي اول حاجه نفهمها من ايه؟ من الدايفرجنس او معنى الدايفرجنس عامل ازاي؟ زي ما قلنا من انتجرال 4 ان احنا بنقفل على المنطقه اللي فيها تشارج سيرفيس كلوز سيرفيس اس سي ويبقى الاوت بورد فلوكس او ريكوال فلوكس اللي خارج من السيرفيس ده ايكوالز الكيو انكلوز جوه السيرفيس اللي هي كيو عندي هنا مقسوم على ايبسلون. فده هو الحاجة. تاني ايكويشن بتفهمني ايه؟ دايفرجنس دي بصفر. او ان انا لو قفلت على الماجنتيك فيلد لاينز كلوز سيرفيس هيبقى الانتجرال بكام؟ فاهم من كده ان شكل الماجنتيك فيلد لاينز شكلها عامل ازاي؟ كلوز لاين بالظبط كده. معنى مثلا حاجه شبه كده تقفل على بعضها زي مثلا اللاينز اللي خارجه من الماجنت مثلا حاجه بالمنظر ده كده تقفل على بعضها. فانا لو مسكت منظر زي ده وعملت كلوز سيرفيس كده سميته اس سي فهلاقي ان كل حاجه ده كل ماجنيتوستاتيك فلوكس خارج من السيرفيس ده راجع له تاني صح؟ فالنت فلوكس بكام؟ فده مفهوم ان الدايفرجنس بتاع حاجه بصفر معناها ان ايه؟ ان اللاين بتاعت المنطقه بتبقى ايه؟ كلوز لاين. فدي برضه ايه؟ تاني حاجه افهمها من هنا. طيب فرضيه هو بيربط لي التايم فاريشن بقى دلوقتي هدخل تايم فاريشن في الموضوع. ان التايم فاري المنطقه فيه بيولد ايه؟ انديوسد الكتريك فيلد صح؟ وفي هنا ايه؟ نيجاتيف ساين. نيجاتيف ساين دي معناها ايه؟ لينز لو. نعمل لينز لو بمعنى ايه؟ انا مثلا لو عندي لوب تراك انا عايز اطبق دلوقتي ايه؟ الايكويشن دي. فانا ببص على الرايت هاند سايد هو اللي بيأفكت مين؟ الليفت هاند سايد. فانا بفرض ان عندي مثلا ايه؟ ماجنتيك فيلد. لازم تسالني سؤال تقول لي الماجنتيك فيلد ده هل بيتغير مع التايم ولا لا؟ وعلى اساس ده هحدد اذا كان هيبقى فيه انديوز دايركت فيه ولا لا. فدي اول حاجه. برضه لازم تقول لي التغيير شكله عامل ازاي او البيهيفير بتاعه شكله عامل ازاي. طب ما ينفعش اقدم شويه؟ انا دلوقتي عايز افهم الماجنتيك فيلد لاينز دي البيهيفير بتاعه شكله عامل ازاي. لازم تسالني سؤال هل دي بتزيد لاينز دي الماجنتيك بتاعها بيزيد ولا بيقل وعلى اساس ده هحدد لك الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد انديوز صح؟ فلو هفرض مثلا ان الماجنتيك فيلد لاين زي بتزيد فمن لينز لو او من نيجاتيف ساين دي افهم ايه؟ ان الالكتريك فيلد انديوست نتيجه ان دي ده هيأفكت ازاي؟ بيحاول يقلل بالظبط بيحاول يقلل تأثير او بيحاول يقبوز الافكت بتاع مين؟ زياده. فيبقى اتجاه مثلا لو في هنا ماجنتيك فيلد بالمنظر ده عايز اسم الكرنت اللي انديوست في اللوب هيبقى شكله عامل ازاي؟ المفروض الشكل الطبيعي يعني ان هو ايه؟ كده الرايت هاند رول كده بس في لينز رو عكس فيبقى انديوس كارنت بالمنظر ده لو دي انكريز. طب ايه اللي هيحصل لما اعمل انديوس كارنت كده او افهم منين انها بتعكس التاثير؟ الانديوس كارنت ده هيعمل ايه تاني؟ امبيرز رو بقى بص نفهم هنا ده عكس ده هنا فرادي لو عندي ماجنتيك فيلد بيعمل ايه؟ بيعمل ماجنتيك بيعمل الكتريك فيلد الكتريك فيلد نعم عندي ماجنتيك فيلد بيولد الكتريك فيلد تايم فارينج ماجنتيك فيلد بيولد الكتريك فيلد وامبيرز دول بيقول لي ان تايم فارينج الكتريك فيلد برضه او حتى مش تايم فارينج عندي كارنت جي بيولد لي برضه ايه؟ ماجنتيك فيلد. فانا عندي كارنت ماشي اهو اللي هو الاي انديوز الامبيرز دول بيقول لي ان الكارنت ده هيولد لي برضه انديوز ماجنتيك فيلد تاني غير الاصلي هيبقى اتجاهه ايه بقى؟ هنا مفيش اشاره نيجاتيف صح؟ فاطبق الرايت هاند رول عادي اهو الماجنتيك فيلد انديوس بقى نتيجه ده ايه؟ شكله عامل ازاي؟ قلب بره كده صح؟ سميه اثنين مثلا
يعني ده الاصلي وده اللي انديوز نتيجه ده. الكرنت انديوز ده عمل ماجنتيك فيلد انديوز تاني فالاتجاه عامل ازاي؟ في علاقه الانديوز ماجنتيك فيلد بالاصلي عكس عكس او بمعنى اخر ان هو بيحاول يقلل ايه؟ الافكت بتاعه تمام كده؟ فده مفهوم الاشاره النيجاتيف. طيب يعني ايه كيرل بقى؟ عايزين نعرف يعني ايه كيرل. كيرل دي بتعبر عن ايه؟ قلنا الديفيرجنس بيعبر عن اوبن لاينز او بيعبر عن فلو. كيرل بقى روتيشن بالظبط كده بيعبر عن الروتيشن بتاع الفيكتور او بيعبر عن السيركيليشن. بمعنى ان انا لو عندي تايم فاري ماجنتيك فيلد خلاص احنا عرفنا موضوع الاشاره ده. التايم فاري ماجنتيك فيلد بيعمل الكتريك فيلد لاينز مالها؟ كلوز لاينز اللي احنا شايفينها حاجه بالمنظر ده كده. فرض ان هي في اي حته عندي ماجنتيك فيلد كده فبنلاقي ان ايه؟ الكتريك فيلد لاينز عندنا. طبعا هناخد في الاعتبار اتجاه ايه؟ تعمل لك الساين حاجه زي كده تمام كده؟ فدلوقتي الكتريك فيلد لاينز نتيجه للتايم فاري ماجنتيك فيلد بقت ايه؟ بقت كلوز لاينز. فده هو ايه؟ هو ده فرضيه. باشمهندس معلش ليه البي هنا اتجاهها كده؟ انا بفرض دي موجوده اصلا وفرض ان دي ديت التايم فاري تمام؟ عايز اعرف الالكتريك فيلد لاينز هيبقى عامل ازاي؟ خدنا الفرضين دول عارف ان الالكتريك فيلد لما تيجي التايم فاري ميت فيه شكلها عامل ازاي كلوز لاين عشان كده عبرت ان انا ايه؟ كلوز لاين بس الدايركشن كده المفروض العكس كده صح بس هي مش واضحه مين جوه ومين بره بس لو عايز ابص لها من ناحيه الانتجرال فورم بقى احنا لما كان عندنا اوبن لاينز كنا بنقفل عليها كروس سيرفيس بيقول ان الفلكس اللي خارج بيساوي كيو على ايه؟ على الابسيلون. بس لما تكون اللاينز كلوزد بقى ما ينفعش اقفل عليها بسيرفيس انما اعمل ايه؟ بعمل كونتور او كلوز كونتور كده بيعبر بعرف من خلاله ان انا اعبر عن ايه؟ فيكتور بيروتيت او بيسيكتوريت تمام؟ فدلوقتي التعامل مع الفيكتوريك فيلد كلوز لاينز او مع الكيرف بيتحول على طول الانتجريشن على ايه؟ على كلوز باس تمام؟ فده الانتجرال فورم بتاع فاريز لو. امبيرز لو العكس من لو عندي كارنت الكارنت ده بيعمل ايه؟ انديوز ماجنتيك فيلد بس ستيل ماجنتيك فيلد لاينز ايه؟ كلوز باس. بلس تيرم تاني اتضاف عشان الكونتينيوتي ايكويشن تتحقق ان التايم فارينج الكتريك فيلد برضه ايه؟ بيسبب ايه؟ بيسبب انديوز ماجنتيك فيلد لاينز اللاين دي كلوز بس كده؟ برضه الكيرل بتترجم ايه؟ التكامل على كلوز باس. اخر حاجه كونتينيوتي ايكويشن عارفين ان اي سيرفيس جواه تشار الكرنت اللي خارج منه بيساوي ايه؟ نيجاتيف بيساوي ايه؟ معدل الديكريز بتاع بيساوي ريت اوف ديكريز في التشارج اللي موجوده جواه صح؟ اللي هو اي بيساوي نيجاتيف دي كيو باي دي تي تمام كده؟ كان عندي الديفرنشال فورم دايفرجنس جي بيساوي قيمه معينه لو الشارج دينسي مالها بتتغير مع التايم انما لو الشارج دينسي في حاله الستيدي ستيت يبقى التكامل ده في كام؟ زيرو يعني لو مفيش فاريشن مع التايم هيبقى التكامل ده بزيرو حتى الستاتيك بقى او بلاش الستاتيك حتى الستيدي ستيت ستيدي ستيت بقصد بيها ان مفيش فاريشن مع التايم حتى بقول ان تكامل جي دو تي اس بيساوي زيرو ده بيعبر عن ايه في السيركتس؟ كيس ان بالظبط بمعنى ان انا لو عندي مثلا حاجه زي كده عندي نود اهو قافل عليها كروس سيركتس خلاص نقدر نقول ان داخل بيساوي ده كام او النت اللي خارج من الكروس سيركتس ده بكام؟ بزيرو انما السيركتس دي بقى او كيس ال بيفيل امتى؟ وما نقدرش نتعامل مع السيركتس امتى؟ لما يظهر لي بقى التيرمينال او يظهر لي فاريشن مارك ماشي؟ انا ان شاء الله دلوقتي باشمهندس معلش قانون الموديفايد امبير لو ده تاني معلش مش عارف اجيب منين
تمام الموديفايد امبير لو ان انا لو عندي كارنت ماشي في اي يعني ماشي في سفير ماشي في سلندر ماشي في واير تمام الكارنت ده بيولد ماجنتيك فيلد مثلا عندي واير كده اهو ماشي في كارنت فاحنا خدنا قبل كده ان الكارنت ده بيساوي او بيسبب ايه؟ بيسبب ماجنتيك فيلد لاينز بتاعنا كده صح؟ بي انديوس هو ده امبيرز بقى اللي هو تكامل بي دوت جي ال الامبيرز دول قديم بقى اللي هو مين نوت في جي او مين نوت في ار سبعة هو لو عندي كارنت ماشي فبيسبب ايه؟ بيسبب انديوز ماجنتيك فيلد لاينز هو مش المفروض البي انديوز دي تبقى الدايركشن بتاعها عكس كده؟ ليه؟ مش هو الاي كده فبيلف كده الاي كده فبيلف كده طب يبقى البي انديوزد مش المفروض الدايركشن بتاعها عكس ال لا العكس فده بين حاجتين انا عندي ماجنتيك فيلد بيولد كرنت ساعتها بيبقى في نيجاتيف ساين هنا وهنا عندي ماجنتيك فيلد هو بيولد الكرنت انما هنا مفيش نيجاتيف ساين الكرنت هو اللي بيولد ماجنتيك فيلد مفيش ما جبناش بالرايت هاند ده ايوه ماشي الكونتينيوتي ايكويشن ده الكونتينيوتي ايكويشن عندي سيرفس وات شورت تمام كروس سيرفس وات شورت فالكرنت اللي خارج من السيرفس ده بيساوي ايه؟ كل ما الكرنت يدخل يخرج من نقطه معينه في ارك شورت فبينقص من النقطه الشارج بتاعته صح؟ فالكرنت بيساوي ايه؟ نيجاتيف بيعبر يعني ريت اوف ديكريز دي كيو باي دي تي تمام؟ بعد كده مشيت في شويه خطوات كده في المحاضره لغايه ما وصلت ايه؟ ان جي بتساوي سيجما ايه الكلام ده تمام؟ لغايه ما وصلت للريليشن الدايفرجنس جي يساوي نيجاتيف دي رو باي تي تمام؟ الرو دي جايه من التشارج اللي انا بتكلم عليه اللي هي التشارج اللي موجوده جوه السيرفس تمام؟ الجي دي بشكل او اخر هي الكارت تمام؟ خلينا نشوف في الجزء ده طيب بعد كده اخدنا ايه بقى؟ كل ده كان بيتكلم على الماكسيموم سيكريشن في ايه؟ في الفري سبيس عندي ابسيلون نوت وعندي ايه؟ نيو نوت واحد على جذر النيو نود اتش نود هي سرعه الضوء بعد كده عايزين نتعامل مع ماكسويلز اكويشن فين؟ في اي ماتيريال الماتيريال دي يبقى ليها ما تبقاش ابسلون نود ونيو نود بقى نتكلم على ابسلون ار ونيو ار تمام؟ ايه اللي بيتغير بقى في الماتيريال عن فري سبيس؟ انا يبقى عندي جوه الماتيريال في حاجه اسمها بولاريزيشن صح؟ بولاريزيشن ده معناه ايه؟ بولاريزيشن فيكتور ده بيعبر عن ايه؟ انا الماتيريال بتاعتي بتبقى عباره عن شويه ايونز او بتقيم بمعنى اخر بتبقى عباره عن شويه دايبولز، الدايبولز دي بتتحرك او بتاخد دايركشن معين بناء على الالايد اللي كنت بتاعتي مظبوط كده؟ فانا عندي دلوقتي تشينج من الفري سبيس انا بتكلم عن الماتيريال، الماتيريال دي بنعبر عنها بشويه ايه؟ فيكتورز جنرال شويه عشان اعبر دلوقتي عن الاي والبي بقى هندخل مع الاي دي بولاريزيشن فيكتور وهندخل مع البي ماجنتايزيشن فيكتور تمام؟ عشان نعبر عن الماجنتايزيشن فيكتور فالتغيير بقى ان انا بتكلم عن ماتيريال دلوقتي هو في تغيير في التشارج اللي جوه الماتيريال في التايم جينس اللي جوه الماتيريال بمعنى ان انا عندي رو مش هتبقى رو في بس رو في اللي هي الكيس بتاعت الشيء كيس لا هيضاف عليها كومبوننت كمان اللي هي الرو باوند اللي هي الرو باوند دي البولاريزيشن والرو باوند دي هي نيجاتيف دايفرجنس بي والبي ده هو ايه؟ بولاريزيشن واليونت بتاعته ايه؟ كولوم بس الفكره نفس الكلام الشارجر الشارج جينس هيتغير جوه الماتيريال وكمان الكرنت جينس هيتغير مش تبقى جي 3 بس لا تبقى جي 3 زائد الجي باوند برضه زائد الجي بولارايز الجي باوند دي نفس الكلام كيرل الام حيث الام ده ايه؟ ماجنتيزيشن دي ماجنتيزيشن ده واليونت بتاعته ايه؟ امبير في الفيديو زي الاكس انت فاكر زي الاكس ودي دي زي مين؟ زي الدي فاللي احنا هنغيره في ماكسيمم سيكويشن احنا هنضيف
شويه جنرال بارامترز شويه عن الاي والبي. هو الرو باوندري ده هو الرو بولاريزيشن؟ ايوه هو الرو باوندري بولاريزيشن. مين اللي بيسال ده؟ تمام. فانا عندي دلوقتي هعرف اثنين فيكتور بحيث ان هم يضموا لي الاكسبريشن بتاعت الام وبتاعت ايه؟ بتاعت دي معايا جوه ايه؟ الترنال جوه او الانهرنتي جوه ايه؟ هات الجوريزم مع بعض الفيكتور واحد بحيث اعبر عنه في الايكويشن بتاعت الجيو بتاعه. فانا اقول ده عباره عن ابسلون بي بلس البي. ونفس الكلام بالنسبه للاكس عباره عن بي على ميو نوت يعني هو لغايه كده ده الفريز بيت. بعد كده بزود الايكس بتاعت الجوريزم والمانيتايزيشن جواها. بعد كده بعدي بقى في ماكسيمم ديفينيشن بحيث اعبر عنها الايه؟ الجي والاتش بس. فلما اعوض ارجع تاني بقى لنفس الديكتيشن واعوض عن الرو الاثنين دول مع بعض بحيث الرو بي هي نيجاتيف بروبريسنس بي واشيل الجي برضه واحطها انها جي بي بقى جي بولارايز بقى جي باوند. هوصل بقى لايه؟ للموديفاي ماكسيمم ديكتيشن جوه الماتيريال. فلما اعوض شويه الايكويشنز جوه الايكويشنز القديمه هيطلع اربع ايكويشنز تانيين يبقى اكسبلين. في حاجات هتتغير وفي حاجات مش هتتغير. ايه اللي مش هيتغير وايه اللي هيتغير؟ طب مش تعالى نمشي الترتيب تاني. دايفرجنس دي تساوي خلاص احنا شلنا الدي وحطينا مكانها ايه؟ ديسبلايزنج فاكتور تساوي رو 3. الايكويشن دي اتغيرت دي بتاع الجاوس كله اكتب بولاريزيشن معايا في الجاوس تاني الايكويشن مش هتتغير. ليه مش هتتغير؟ مش تاني سنه عشان دي حقيقه المجموعه ما هتتغير. مفيش ماجنت بقول واحد بالظبط كده برضه بتحس ان الماتكس يعني ان التشنجز نتيجه وجود الماتيريال هي التشنجز. تشنجز في الرو تشنجز في الجي. الايكويشنز اللي عندي فيها رو وفيها جي هي اللي هتتغير. لكن الايكويشنز اللي مالهاش علاقه بالرو والجي اصلا في الزمن كان عندي ايكويشن 2 و3 مش هيحصل فيهم تغيير. الايكويشن الرابعه نغيرها بقى نشيل الدي ونحط الاتش هنا مكان الاتش جي في دي بلس بارشل دي باي بارشل تي بدل بارشل اي باي بارشل تي. فدي موديفاي ماتشر ايكويشن كام؟ في الماتيريال او في الماتشر. حد عنده سؤال دلوقتي؟ يعبر عن فرق ماشي نتيجة إن في دايبوت بيحصل لها behavior معين نتيجة اللايك هيبتدي في البشر. فبتاخد ماجنتيك فيلد نتيجة ماجنتيك فيلد يعني في الكتريك فيلد في بولاريزيشن في ماجنتيك فيلد لو موجود يعني الماتيريال اللي هو الكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. دول حاجتين منفصلتين الزياده بقى في الموضوع ان احنا بنزود بولاريزيشن فيكتور في الكتريك فيلد والماجنتيزيشن فيكتور نتيجه الماجنتيك فيلد موجود في الماتيريا. عشان ايه ده؟ انا بس مش عايز يعني اظن ان خدت محاضره كامله بس في حته الماجنتيزيشن. انا بس مش عايز اقولها بس. حد عنده سؤال في الجزئية دي لغاية ما نسأل بقى ده؟
تأثير الترمز على بعضها. تأثير الفلكس. فلكس على ده الفلكس ده جاي من ايه؟ ده من اللوب اللي اللوب ماشي جاي من اللوب بيأثر في الكرم عليه نفسه يعني بالظبط يعني. انا عندي حاجه ماشي فيها كرم فاهم؟ فده كان كوين مثلا حاجه المنظر ده تروي مثلا هو ده ماشي فيه كرم نتيجة الكرنت اللي ماسك الكوين ده الكرنت ده بيتغير مع الطايب فبيحصل ايه؟ بيحصل فلوكس تمام؟ الفلوكس ده بقى لو مثلا في دو في اس وليكن مثلا في اي اتجاه يعني فالفلوكس ده هيعمل ايه بقى في السيركت نفسها؟ هيعمل انديوسد كرنت بالظبط هيعمل انديوسد كرنت او هيفكت نفسه تمام كده؟ نعرف حاجة اسمها ال او سيلف اندكتنس هي اللمبة على الكرنت مع او ال فاي على الكرنت انا عندي كذا تاني يعني بمعنى ان انا لو عندي سيركت ماشي فيها كرنت وانا عندي سيركت ماشي فيها كرنت فالكرنت ده بيعمل فلكس والفلكس ده بيأفكت ايه؟ السيركت دي تاني فده اللي بنسميه ايه؟ سيلف اندكتنس ال دي الوحدة بتاعتها ايه؟ هنري بتبقى فانكشن في ايه؟ الدايمنشن بتاعت الكتب يعني مبتبقاش فانكشن في الكتريك فيه ولا مجموش فيه فقط يقول مثلا الكوي ده 2 هنري 2 ملي هنري 2 نانو هنري تمام؟ فمالهاش اي علاقه بالايه؟ تبقى حاجه خاصه للكوي بعيدا عن ايه؟ الابلايد الكتريك فيه مجموش فيه فمثلا لو احنا في مساله جبنا ال دي باكسبريشن معين لقينا فيه اي الكتريك فيه مجموش فيه يبقى احنا كده مشينا لازم يكون فانكشن في ايه؟ في الدايمنشنز مثلا ايه؟ اتش ار اي حاجه ناخد اكزامبل كده عشان نعرف بس معنى السيلف اندكتنس وانا عندي حاجه زي كده بطاريه وكويل زي ده مثلا سويتش وريزيستنس وعايز اكسب الكرن أو ما أقفل السويتش ده هل ده تايم فارينج كرنت ولا لا؟ يعني لما يكون السويتش مفتوح ما كده قفلته مرة واحدة هل حصل تشينج في الكرنت؟ أو تي أي باي دي تي ظهرت؟ تمام فنتيجة كده حصل إيه؟ تمام بالظبط كده فحصل انديوز حاجة أو بنسميها الباك إي ماب بالظبط تمام فلو عايز اكتب كي في ال بقى بيعبر عن السيركت فانا المفروض اي كي في ال بكتبه هو عباره عن ايه؟ هو النت اي ام اف بيساوي ايه؟ اي ار مظبوط كده؟ طيب انا عندي الاي ام اف بتاع البطاريه اللي هو اي نود ده طيب الاي ام اف بقى بتاع الكويل عباره عن ايه؟ ال دي اي باي دي تي بالظبط ماينس ال دي اي باي دي تي جايه منين دي؟ ده القانون الاساسي اللي هو بتاع ايه؟ انت هتكتب دلتا فاي باي دلتا سي. لما استخدم القانون ده ان انا احط الفاي ان هو عباره عن ايه في ار فتبقى بمنظر. فدي الباك اي ام اف عشان نشال الماينس دي. الباك اي ام اف اللي بترجع للكوين نفسه تاني هو ده اللي بنسميه سيلف اندكتنس. طيب عايزين نعبر بقى عن التوتال اي ام اف اللي هي بتاعت الكوين وبتاعت الكوين فنقول ايه؟ عايزين تكتب كي في ال ايكويشن كده. هو ايه بقى؟ ينوت ها؟ ينوت ماينس اي ماينس 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 دي في انها بتعبر عن ايه؟ ماينس دي انها باك او انها بتحاول تقلل من تاثير ايه؟ الاي ام اف بتاعت البطاريه دي سواء اي ار بس كده لما اسولف الايكويشن 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 دي اطلع ايه؟ اكسبريشن لاي اوف تي
لما نصوف الاكويشن دي مش علينا بس نفهم بس عايزين نسمع عن تايم بقى ادي اي سي المفروض لو الكويل ده مش موجود هيبقى كان ده بيساوي ايه اي ار اي فور ينود على الار ينود على الار بالظبط في غياب الكويل المفروض الكارنت يبقى كده بس الكارنت بقى في وجود الكويل يبقى شكله عامل ازاي لما حل الاكويشن دي تبقى فيها اكسبوننشال ولا منظر ده تفسيره ايه بقى؟ ان وجود الكويل ده عمل ايه؟ وجود الكويل قلل من تاثير ايه؟ البطاريه بمعنى ان الافكت الباتري الموجوده هنا مثلا في الحته دي اكنها مش موجوده الباك ام اف هنا قويه مع زياده الكرنت واحده واحده مع التايم يبدا الفرق ده بوقت اي ناقص اي ار الار عماله تزيد فالنقطه دي عماله تزيد اكتر فالفرق ده عمال ايه؟ يقل اكتر وكل ما الفرق يقل او دي اي دي تي تقل كل ما الباك ام اف تقعد ايه؟ تقل اكتر لغايه توصل لايه؟ لحد السير ستيت بقى ايه؟ الباك ام اف خلاص ما بقتش موجوده تقريبا فاكن الكوين ده بقى شورت سيركت في السير ستيت صح؟ فبقى الكرنت هو ايه؟ هو انه ده الار فلازم هتيجي تفهمني الكويل ده تاثيره ايه كباك ام اف على ايه؟ على الكارنت اللي ماشي. الباك ام اف ده اعرف ليه؟ عشان حصل تشينجنج في الكارنت اللي ماشي فين؟ في الكويل. فهو ده السيف اللي ماشي؟ في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ نقول شويه ضغط. هو حاجه بتحصل بين حاجتين او ضغط بتحصل بين ايه؟ اثنين الالمنتس. فانا لو عايز مثلا عندي كذا كويل مثلا كده هو بعض ولا حاجه ياثروا على بعض هما الاثنين وعايز احسب الجنكشن اندكتنس ما بينهم فبعرف حاجه اسمها ايه؟ لامدا 1 2 لامدا 1 2 هي تاثير الكويل الاولاني على الثاني تمام؟ الكويل الثاني ده اللي انا بدرس تاثير عليه تمام كده؟ بكتبها ازاي؟ ان بتاع 2 اللي انا بحسب عنده دي 1 في الفاي 5 1 2 اللي هي ايه بقى؟ تكامل بي دوت دي اس انهي بي؟ دي 1 دي 1 انهي دلتا اس؟ 2 دلتا اس خلاص جبت اللامدا 1 2 خلاص اعرف اجيب ايه؟ حاجه اسمها ميوتشوال اندكتنس نفس الاكسبريشن ده كده بس لامدا 1 2 على ايه؟ على انهي كارنت؟ على الكارنت على الاولاني اللي هو اللي بيأثر على اللي بيأثر على الثاني تمام كده؟ طيب خدنا برضه حاجه اسمها ماجنتيك انرجي هو الورك اللي انا ببذله عشان امشي كرنت في سيركت معين او انرجي ستورج في السيركت دي عباره عن ايه؟ مثلا لو انا عندي سيركت بسيطه كده انت بقول ايه؟ في انتجريشن باور لما انتجريت الباور اللي هو دي في اي مع التايم اللي هو فولت امبير سكند يديني ايه وورك بالجول تمام؟ ده كده الجول الفولت امبير بس هي ايه بالوقت تمام كده؟ يعني الحته دي بس الوقت اللي هي الباور وده الوورك او الطاقه فلما كنت بعوض بالفي زي ما حسبناها من شويه انها ايه؟ يعني ايه؟ ان دي ال ده ان دي ار دي تي فانا معوض عن جبت ار دي تي هنا المنظر ده ده ار دي تي اي اعطينا نفسي كارنت معين اسمه اي
ببذل وقت قد ايه هو ده بقى اللي انا هحسبه اللي هو هيطلع كام في الاخر. هيطلع كام؟ لما كامل الاي بي اي تبقى اي سكوير على 2 صح كده؟ فتبقى نص ان اي سكوير اللي هو القانون المشهور بتاع ان ستورج في الكل. تمام كده؟ عشان احسب الماجنتيك انرجي بدلاله الماجنتيك فيلد اللي موجود مش بس بدلاله الفولتج والكرنت يعني في شويه قوانين كده كومبينيشن ما بين السيلف كونداكتور والموشن كونداكتور بتاعت كذا آلة بتحصل عنده الستورج انرجي او بدلالة المجنت فيلد نص تكامل على الفوليوم الفوليوم بتاع الستورج A دوت J بدلالة A دوت J يعني او بدلالة B وال H B دوت H بما ان عندي برضه علاقة بين ال B وال H ال B بتساوي ايه؟ يو في اتش صح؟ فممكن اسمبليفاي القانون ده ان هو يكون بدلاله البي بس او الاتش بس. اقول انا مثلا 1 على 2 ميو في تكامل مثلا لما اشيل ده واحط بي على ميو يبقى ايه؟ بي سكوير دي او ان انا اشيل البي واحطها ميو اتش تبقى ميو على 2 تكامل على الفوليوم اتش سكوير. ممكن بدلات الماجنتيك فيلد احسب ايه؟ الانرجي سكوير ده اصلا. هل عندك سؤال لحد كده؟ باشمهندس هو تاني قانون ده يعني ده جيب منين ده؟ اخدته منظر لا انت المفروض اثبتته بعد كده الدكتور قال لكم مش عارف مش عارف ده صح؟ لا مش عارف ده اثبتها وقال مش عليه. حاجه غريبه كده. المفروض من ايه ده الماجنتيك فيكتور بوتنشال. حطوه ولا لسه ما حطوش؟ بوتنشال. حطوا بوتنشال لسه ما حطوش بوتنشال. خدنا انتدكشن كتير كده. مجديده كده. في الاخر يعني. في الاخر ما كملتوهاش يعني. اه لا. لسه. مفيش مسائل؟ اه سيكشن ان شاء الله كله مسائل. ما خلصش النهارده. بس احنا بس مسالتين هم بتوع او مساله يعني واحده بتاعت البوتنشال دي لسه عشان لسه محتاج. لو السيشن فات مشينا ساعه الا ربع شرح وساعه الا ربع اسئله والاسئله ابوس يعني. اخر حاجه هنتكلم عنها بس عايز اعرف منكم فيدباك عايزين كمية شرح قد ايه وكمية حلقة قد ايه عشان في تباين بس في الآراء في الكتاب. في تباين. احنا محتاجين حل احنا ما نعرفش الدكتور هي اكتر من شرح. حد عنده راي تاني؟ مش شغالين بروفس من الشرح اللي احنا هنقل بيه يعني مش عميق يعني بس مجرد سامريز كده في الحاجات يعني. خدنا برضه نتكلم عليها النهارده ان شاء الله. ان شاء الله اكتر حاجه هنشتغل فيها يعني في المحاضرات الجايه ان شاء الله او في الحل عموما هو موضوع باوند كونديشن. كنت اخدت تقريبا اخر محاضره لاثبات الاربع ايكويشنز يعني بتوع باوند كونديشن. ده كان سؤال كده. لو انا عندي مثلا سيرفس ما بين تو ميديم ان 1 وان 2 مثلا بفقد الان فيكتور المنظر ده فبطلع اربع ايكويشنز بيعبروا عن ايه؟
كومبوند الكوسل بيعبروا الكومبونة بتاعت التانجنشال الكتريك فيه تانجنشال الكتريك فيه نفس الكلام النورمال ماجنتيك فيه النورمال الكتريك فيه على السيرفر عندي ان دوك واصل دي 1 ناقص دي 2 بتساوي سيجما في دي دي 1 تانجنت بتساوي 2 تانجنت دي 1 نورمال بتساوي 2 نورمال وكير او ان ان كروس اتش 1 على اتش 2 بيساوي جي 7 فدي الاربع معادلات اللي عباره عن ايه؟ تانجنشال كومبونس والنورمال كومبونس بتوع الالكتريك فيلد مالين خفيف تمام كده؟ عندي كام؟ عندي كذا سبيشال كيس كده. لو انا عندي السيرفس ده اظن هتحطه في المحاضره برضه. لو هو بيرفكت الكتريك كوندكتور او بي اي سي كنا خدنا ايه البروبرتيز بتاعت البيرفكت الكتريك كوندكتور دي كونجنشن زيرو الاي تانجنشال بتاعه هيبقى بزيرو كان ايه جوه ايه هو الايد واتس او الاي تانجنشال بزيرو بعد كده بس تعالى نحصل ثبات الايد الكونداكتور ان الالكتريك فيلد كان حاطط انسايد كام بزيرو فاكر مثلا ان هو ده الدي اي سي مثلا عايز اشوف السبيشال كيس دي هتاثر ازاي على الكويشنز الجنرال الاربعه دول كان عندي الاي زيرو دي بتاعتين هو في سي 0 ال اتش 0 لما ارجع للايكويشن زي مثلا ارجع لاول ايكويشن هتبقى كام؟ الدي 0 واطلع منها ايه؟ ان ان دوت دي 1 سيجما في مين؟ هنا دي 0 اصلا فدي 0 دي 0 يبقى دي 1 تانجنشال لما دي 2 تانجنشال او دي 2 عموما ب 0 فهتبقى ودي بتساوي دي فكلهم هيبقوا بتساوي ايه قصدك فوق اكس صح ولا سيجما اف؟ سيجما اف بس المفروض ده اف رو اف سيجما اف سيجما اف احنا المفروض ان هي دي دي 2 نورمال وانا 0 نورمال تساوي عند سيرفر تشارج وتشارج على السيرفر من سيجما دي ايوه تشارج ماشي كده احنا بنقولها رو هنا نفس الكلام هنا بي 2 ب 0 يبقى دي 1 نورمال ودي 2 نورمال صفر اتش 2 ب 0 فتبقى كده ان بلس اتش 1 جي سيرفس فدي اول كيس من الكيس المشهورة برضو ان انا عندي بيرفكت دايركت ايه البروبرتي بتاعت الدايركت فهو بيرفكت تمام هو على ستريت شوت أو تشارج فيه يعني تشارج فيه بمعنى آخر إن الرو F والرو جي إس أي سورس V على السيرفس بسيرفس فلما آخد دول كده وأرجع للإكويشنز الجنرال وأعوض فيها يعني ده بصفر بمعنى إن الدي 1 الاتنين بيساووا بعض تمام الدي 1 نورمال بيساوي 2 دي 2 نورمال يبقى هو نورمال عشان هنا ايه؟ دايفرجنس مع ايه؟ مع النورمال فيكتور هو هنا. نفس الكلام هنا اي 1 تانجنت بيساوي 2 تانجنت. وبي 1 نورمال بيساوي 2 نورمال. كل حاجه بتساوي بعضها يعني. وهنا اتش 1 تانجنت بيساوي اتش 2 تانجنت عشان ده بسيط.
كويس كده؟ مش مهندس، هو البرفكت دايلكتريك دوت يعني التو سيرفيس عباره عن دايلكتريك ودايلكتريك، ولا دايلكتريك وحاجه ثانيه يعني ايا كانت ايه؟ الميديم من جوه دايلكتريك واحد منهم ولا الاثنين؟ قصدي عند نقطه عند يعني عند الخط بتاع السيرفيس دوت في ماتيريال مثلا هتبقى دايلكتريك، اللي فوقيها بقى دايلكتريك ولا كوندكتور ولا حاجه؟ فوق هوا منها المغناطيك انرجي. ايه احسن طريقه؟ البي نجيب البي على طول. كنا خدنا قبل كده ازاي على طول نجيب بسرعه ايه؟ من امبيرز لو المغناطيك فيه من بره لونج واير او سلندر تمام؟ يعني ماشي فيه كارنت اي كنت بعمل كنترول ازاي عشان اجيب نكتب امبيرز لو اجيب له تي ال بس بره يبقى نيو ماتش اي تحط اني كنترول بقى كنترول شكله عامل ازاي كيس دي بالظبط تمام بالظبط طيب انت عند بتاعتك اتجاه ايه اتجاه ايه بقى لفوق اتجاه لفوق تمام فاقل دي هنا تطلع بره هي الفورم عن طريق الكنترول ويبقى تكامل الدلتا ال ده عباره عن ايه 2 باي 2 باي 1 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 2
تكامل على الفوليوم البي دي مود دي اس سوري على الفوليوم دي سكوير دي دي هنتكامل على اي فوليوم فوليوم بتاع كل كان بقى في الدايمنشنز ثلاثة كابولي كابولي
من 0 ل 1 من 0 ل 2 من 0 ل 2 باي من 0 ل 2 باي قبل من 0 ل 2 باي يعني كان من 0 ل 1 من 0 ل 2 باي كامل على رو 5 زد الرو كان لكامل اي بي الفاي من 0 ل 2 باي وزد من 0 ل 2 من 0 ل 1 برضه عشان نوضح مثلا هنقول حاجه زي كده نوضح برضه ايه الدايمنت الريفرنس برضه لسه احنا شغالين عليه هو فايز مش هنكمل على الفوليوم دي سكوير دي اهي يبقى مي نوت سكوير اي سكوير على 4 باي سكوير رو سكوير الدي في اللي هي بكام بقى؟ دي في رو دي رو دي فايز رو دي رو دي فايز الانتجريشن ده فيه فاريشن مع ايه؟ معروف معروف بس صح؟ كنت كامل دلتا زد ده هيبقى ال وده هيبقى 2 باي يبقى 2 باي ال صح كده؟ بتاع الفاي وبتاع الزد على 2 نيو ونطلع كل ده بره معانا الرو يبقى نيو نوت سكوير اي سكوير على 4 باي سكوير الانتجريشن بقى على الرو من ال بي رو دي رو على رو سكوير دي ايه؟ دي رو على رو فانت كمان ده دي ايه؟ دي لين لين بالظبط رو سكوير دي رو على رو بعد كده بقى نيو ال اي سكوير على 4 باي صح كده؟ لين ايه عارف؟ تمام كده حد عنده سؤال في الحته دي؟ هو احنا ليه ما حسبوش البي جوه ولا اللي هو الكيبل اللي جوه؟ يعني نجكت ممكن تحسبها ممكن تحسبها بس هي ما جكتش انا مش مهندس انا حسبت صح انا حسبت البي اللي هو الواير الكبير اللي هو اللي جوه حسبناه بره الواير بره الواير ده تمام الماجنتيك انرجي بقى انا بقى ليه خدت التكامل مثلا من ال بي على الحته اللي بره طب الانرجي اللي جوه صح بس هو بيبقى نجليجبل بس هو لو هتاخد اللي جوه ده لك مشكله انت لازم تجمع من دلتا لبي ما ينفعش تكمل من زيرو عشان هتديك انا معانا انت ممكن تعمل بيتي صغيره بالنسبه لدي وخلاص تمام حد عنده سؤال تاني؟ هنا يا شباب مسألة عندي واير ماشي في كارنت اي واحد
الويف فورم بتاعت الكراون بتاعت اي واحد بالمنظر ده، حاجه زي يونت ستيب كده، وايه بتخلص بعد تايم تي. المهم بيقول ان في كرنت هنا ماشي في الواير ده، عايز الديوس كرنت اي 2 اللي هيظهر هنا نتيجه ايه؟ تاثير اي واحد على اللوب. فنعمل ايه؟ نجيب البي اللي على اللوب ده، والبي ديت اجيب منها الفي، اجيب منها الفاي الانديوز دي ام اف اللي على اللوب ديت، واسمها دور الفاي وفضل اجيب الديوز ام اف والام اف عشان اجيب الكرنت. مستقبل كيف ان عادي بالظبط، هي خطوه زي ما انت قلت. اول حاجه قال الكرنت هاش في الواير، الكرنت ده هيعمل لك ماجنتيك فيلد. اول خطوه هنعملها هنحسب ايه؟ ماجنتيك فيلد انديوز نتيجه اي واحد، هو يبقى حاجه زي كده. تعال نحسب الخطوه دي الاول، واحنا لسه حاسبينها في المساله اللي فاتت، هنعمل برضه كنترول كده ونعمل ايه؟ هيطلع من دي في الاخر هو ايه؟ نيو اي على 2 باي صح كده؟ نيو اي 1 على 2 باي روف اللي جاب كده. انت ده كده صح؟ بعد كده البي ده هيأثر على السيركت الثانية فيعمل انديوس اي ام اف في السيركت دي. تمام كده؟ فاحنا ممكن نحسب نجيب الفاي، نجيب الفاي عبارة عن ايه؟ تعمل بي دوت دي اس دي، وبعد كده نعمل نيجاتيف دي فاي باي دي تي، باي دي تي عشان نجيب ايه؟ دي ام اف، ام اف الموجوده في اللوب نتيجه وجود ايه؟ اي 1. وبعد كده نعمل كي في ال ايكويشن عشان نحسب ايه؟ نحسب الاي، الاي دي كي في ال ايكويشن بقى يبقى فيها ايه وايه؟ يبقى فيها الاي اف والاي والار. اوكي انيشوال اندكتنس، انيشوال احنا كنا بنتكلم كده كله ده انيشوال اندكتنس او الايكوفالنت. الكي في ال هيبقى فيه انيشوال اندكتنس وفي سيل اندكتنس اللي هي التيار اللي انا عايز ايه؟ بالظبط. هو مدين هنا ايه؟ ريكتانجلر لوب ليها سيلف اندكتنس اسمه ال 2. فيبقى في كذا افكتس مع بعض. الافكت الانيشال اندكتنس من اي 1 على اللوب هي تعمل اي ام اف. فيبقى في ام اف ثانيه باك نتيجه ايه؟ ان في سيلف اندكتنس عندي موجوده جوه اي 2 نفسها. فالاثنين دول مع بعض هيساوي ايه؟ الاي اف. كده؟ فموضوع الاي ام اف اللي انت قلته صح، تعال نحلها بطريقه ثانيه او نتدرب على ايه؟ احنا نحسب الموتشر ده. هو الكوفلان بالظبط ان احنا نحسب ايه؟ الاي ام اف في الجيمز. ان هم ديرايف اصلا من نفس ايه؟ نفس. طيب حسبنا البي، عارفين القانون بتاع ال 1 2 هو عباره عن ايه؟ او تاثير 1 على 2 هو عباره عن ايه؟ لامدا 1 2 على اي 1 بالظبط. هو 5 1 2 على اي 1 هنا مفيش نمبر اوف تيرم. طيب 5 1 2 تكامل دي 1 دوت دي اس 2 ده احنا كنا لسه بنتكلم فيها. دي 1 اهي وهنكمل دلتا اس 2 من كام لكام؟ من دي لدي كان اول الرو بتساوي دي ادي الرو اهي اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا ودي دلتا اس بتاعتي اخدها كمان على ايه؟ على كل ده. كان الرو بتساوي دي لغايه دي بلس فاليو والزد من زيرو اتش. دي دي اي 1 على 2 باي رو دلتا اس بقى احطها ايه؟ دي رو دي دي برضه هنا الفاريشن مع الرو طلع الحاجات دي بره نيو اي على 2 باي
تكامل هنا دي اتش تكامل واحد على رو دي ايه لين اللي فوق على تحت اللي هو دي بلس دي على دي هو ده ايه فار ممكن نحسب الفار ده واحسب منه ايه مرفع على طول او تعالوا نحسب ال 1 2 هي الفاي دي على ايه؟ على اي 1 فهشيل الاي 1 بس كده واقول ايه؟ ميو اتش على 2 باي لان دي بلس دبليو على دي تمام عايز بقى اكتب سواء وصلت دي او وصلت لايه ام اف هبدا بقى اكتب كي بي ال ايكويشن هبدا اكتبها معايا عايزين نعرف بس الاول نكتب ايه الكومبوننتس اللي في دي ال ايكويشنز وبعد كده نحط الاشارات بتاعتها ايه الكومبوننتس سيلف ال 2 اي 2 سيلف اسمها ايه؟ ال 2 ال 2 دي اي 2 باي دي اي باي دي باي دي تي وموتشر ال 1 2 دي اي 1 باي دي تي اي 1 باي دي تي وعندي الاي اوف اي 2 في الاوف صح؟ عايزين نحط الاشارات بقى هنا وهنا وهنا حد يحطهم معاك يقول لي ليه نيجاتيف السيلف نيجاتيف السيلف يبقى نيجاتيف ماشي هو بس بيقول حاجه يكملها كلها ممكن اضرب في السالب واغيره السيلف ده حسب حطيت الباقي بس هو على طول نيجاتيف عشان هو باك ايه مات ماشي طبعا بوستيف هو كده كده اي ار ده بوستيف هبقى ايكوال ايكوال كرنت اللي ماشي في ال ليه بقى؟ اللي هي مثلا ليه ما بقتش بلس اي ار بتساوي ليه قلت انها بتساوي اي ار؟ برضه قول لي ليه حطيت دي نيجاتيف دي وصلت؟ اللي هيمشي كرنت اصلا اللي هيمشي كرنت اصلا هو الاي ام اف بتاعي اللي جاي من الاي 1 قصدك ان دي افضل من طبعا بالظبط كده عشان كده الاثنين دول بطاريتين بيجمعوا على بعض او بيتروحوا لبعض يبقى التوتال بتاع بس هو اللي هيمشي اي 2 في ار كويس فمش كده وصلنا ايه؟ الاشاره بتاعتي ايه دي بص ودي نيجاتيف بقى دي خلي بالنا ان هو مديني في السؤال اتجاهات جهه اي 1 واي 2 اصل اي 2 ده نتيجه الاي 1 بالظبط فبي عكسي يعني اشرحي لي كده واحده واحده الاي عملت في البي والبي عملت اي الاي الجديد ده شايفه عامل ازاي وايه علاقته باي 2 معايا ولا ضد مين وعلى اساس ده اتحلت فاهم قصدي؟ اي 2 يديني فلوكس عكس اي 2 يديني فلوكس عكس الجي 1 ده الفلوكس بتاع ايوه صح بتاع ايوه الفلوكس ده او الماجنتيك ده هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه؟ دي سكان هنا اتجاه ايه بقى؟ سيبنا من اي 2 دلوقتي وخلينا نشوف الاتجاه ده ايه هنا اتجاه مش اي 2 دلوقتي اي 2 عادي بالظبط كده فدي اللي احنا نبص عليها بقى ادي البي 2 هنمشي كده صح؟ فاتجاه دي سكان بي 1 هو نفس اتجاه ايه؟ اي 2 فالاي ام اف بتاعت المشوار اقدر اعبر عنها عن ايه؟ بطاريه مع اي 1 ولا عكس اي 1؟ مع اي 1 تبقى حاجه زي كده او بتدعم اي 1 بتضيف لاي 1 فدي الاي ام اف المشوار ممكن عشان نسال نفسنا بس عشان موضوع الاشارات ممكن يتلخبط كده ممكن الاتجاه تاني يكون بس تاني الحته دي عندي اي 1 كده هيعمل يوز ماجنتيك فيلد ماشي اتجاهه كده وكده تمام النيوز ماجنتيك فيل ده من اللينز ده هيعمل النيوز كارنت هنا صح؟ اتجاهه ايه العكس؟ نسينا الاي 2 اللي مرسومه جاهزه عايزين نعرف فين عكس ازاي طب شاور لي بقى بس يعني هو هو عايز يعكس هو عايز يعكس البي فيبقى اي 2 هو اي 2 مقتنع بيها؟
كده انت تعمل رايت هاند رول وبعد كده فانت بقى كده فانا عايز اعبر عن الموتش ورد البطنز ده ايه ما قفل فانا عايز ايه ما قفل تمشي كرم في اتجاهك فممكن ارسم انها كده سنة الـ I2 ده خالص مش بس احنا متوصلنا ان في كرنت هنا هو ده الانديوس كرنت من دي 1 فالـ دي 1 ده اتجاهه ايه؟ كده بيعمل ايه ام اف عشان اعمل الكي في ال بتاعتي فممكن اعبر عن هو ده مقطع بس في الاشارات احط بطاريه طب اعبر عن تمام؟ احط البطاريه دي انها تمشي لي كرنت الاتجاه ده اللي هو الاتجاه بتاع الانديوس ده اللي هو البطاريه تاني البطاريه بتاعت الباك هتبقى عكسها عكسها دي الباك ممكن بقى بدل ما تعمل نفسي الاشارات اعمل كيف ايه من هنا اهو فاقول ايه دي ناقص دي عشان دي طبعا الاقوى دي ناقص دي اللي هو المنظر ده كده هيعمل لي توتال كارد فلاش كده بيساوي ايه؟ اي دي اقوى ليه بقى؟ مش احنا عارفين يعني احنا بنحط بوست نيجاتيف دي على حسب اي 2 ولا احنا اللي بنختار؟ انت عايز تكتب الايكويشن بدل لك اي 2 تمام يعني شوف انت اتجاهك وعرفت درجه الاي 2 وانا عايز احط السبنات يعني انا قلت ايه؟ انا قلت البي اللي موجود اللي عمل انديوس اللي هو يبقى انا الانديوس ده هيبقى عكس الكارد فكرت ماشي كده هيبقى زي اي 2 زي اي 2 مش فاكر اي 2 زمان والسيلف عكسه تمام وبعدين الاي 2 ار دي بوستد مع يعني لو بص على السيركت واعمل كده اللي عليها جميل ادي الاي ام اف العاديه دي جميل الشيكارن كده زي ما اتفقنا صح جميل جدا لكن ما ينفعش كده اقل منها شويه ام بقى كده ال في باتري يتسوى على الافضل بس مش عارف ادي في باتري ايه؟ ماشي ماشي كده صح؟ مش كده كي في ال الفي اللي هنا بتساوي ايه؟ الاي ار انا فاهم كده قصدي لو بس الاي 2 نفس اتجاه الويف تمام هو كده كده طب بص كده ودي كده صح؟ لا عشان السماء بس هجمع مش فاهم لو عايز تبقى كل شيء كده يبقى لي كويس اهي استنى من باك يعني بدل معينه بتمشي كرنت كده فانا عايز اكتب كده ايه الايكويشن الباتري دي تساوي الاي اف بس انا فاهم كده ايه الايكويشن خلاص مش مشكله قول لي بس مش فاهم عشان مش كده هطلع سؤال طيب فاحنا وصلنا دلوقتي الايكويشن دي حل الكاليبريشن الايكويشن مش علينا بس انا حطيت بس السؤال ده عشان بس نعرف اللخبطه دي عشان نعرف الايكويشن دي نكتبها بشكل مظبوط مش عشان نحلها واحده تمام اهم حاجه نخرج بيها من المساله دي ان احنا ازاي نعرف اتجاهات الكرنت الانديوس كرنت وازاي نعرف نكتب كي في ال ايكويشن بشكل مظبوط حد عنده مشكله في الحته دي؟ الحته دي ازاي توصلنا لها؟ خلاص يعني؟ المفروض يعني عشان نكمل دي لسه ما وصلناش ولا وصلناها اللي تو جيجا بسبب دلالتها واحنا عايزين نجيب اي 2 اه بس احنا هنشيل ايه؟ دي اي 1 باي تي هنجيبها ازاي؟ ممكن نكتب ده كالكوليشن عباره عن ايه؟ زي السيجنالز هو اي 1 I1 of U of T minus U minus U of T minus T كده فلو عايز اعمل دي اي باي دي تي دلتا اوف تي دلتا اوف تي ناقص دلتا اوف تي ماينس تي كده بس ندخلها ونحل الديفرنشال مش ده مش عارف ايه لا دول يعني المفروض انا هكون عارفينهم بس حل الديفرنشال نفسها مش ممكن
هيبقى في افكت ان ايه ان في واحد واثنين. النمبر بتاعك.
واحد غير يونت لينث. ده النمبر اوف تيرنز بتاع اليمين غير يونت لينث. هنا اللي في الشورت سيرنويد في كارنت ماشي اسمه ار. عايز النيوترال دكت. النيوترال دكت بنحسبها ازاي؟ نكتب القانون بتاع الاول بس ال 1 2 بيساوي ايه؟ 1 2 على اي 1 صح؟ تمام. واللمضه تساوي ايه؟ عايزين نفكها بقى ان 2 فاي 1 2 تمام كده؟ طيب فاي 1 2 بيساوي ايه بقى؟ تكامل دي بتاع مين؟ بتاع الكبير. الكبير اللي هو نفسه. طب الاول عايزين نحسب الكبير على الصغير ولا الصغير على الكبير؟ الكبير على الصغير. ليه؟ لان لو الصغير على الكبير في حته كده مش هتدخل مع في الصغير. شايفين الصغير؟ شايفين الصغير؟ بالظبط. اسيوم ده فيري لونج سيرنويد. وانا عشان النقطه دي كمان كان الصغير على ايه؟ على الكبير. نحسب منه على الصغير. فنقول دي بتاع 1 ولا بتاع 2؟ بتاع 2 بقى. بتاع 2. تمام احنا خدنا ان بيت ال 2 1 هي ال 1 2. بس انا بنشوف اسهل نحسب اسهل ان احنا نحسب من الكبير على ايه؟ على الجروب. من 2 على 1. الفكت بتاع 2 على ايه؟ على الشورت اللي هو 1. فنقول بي 2 دوت بي اس 1. طيب محتاجين نجيب البي. البي بتاع السنولايت. السنولايت كام؟ مساحة صغيرة. تمام. على جنب كده نحسب البي بتاع السنولايت. برضه في امبيرز لوب. لما ناخد الكرتوشة بتاعه عامل ازاي؟ البي دوت بي. لو مش في كارنت اي كده باخد الكونتور عامل زي كده. الكونتور ده اربع اجزاء. ده وده عاملين ايه؟ كام دول؟ دول دي في نص ربع. ده وده. دي دوت دي ال في حته في حته دي وفي حته دي وفي حته دي في كام؟ زيرو. زيرو. دي عشان دي في اتجاه زد. اتجاه الكرنت اتجاه الجروب فين؟ بتاع السيرينويد. من الرايت هاند رول كده اهو. فاللي هينفع معايا يا اما ده يا اما ده. احنا ممكن نعمل اسامبشن ان احنا مش عايزين نحسب برات دلوقتي. يهمنا الحته اللي جوه. فهناخد مين؟ البار ده بس. ما يهمنيش احسب بره دلوقتي، يهمني احسب جوه. هنحسب الموتشوال النطس بين الاثنين كويس، فيهمنا الحته اللي جوه اكتر. طيب. فانا هكامل على الباص ده دلتا ال مثلا من زيرو ايه؟ فاقول ايه؟ ان بي ال داش هو تكامل دلتا ال على الباص يساوي ايه؟ نيو نوت في انهي كارنت بقى؟ ان ار ان في الاول انهي ان ال داش ان ان بي ان سمول في ال اللي هي موجوده ال داش ال داش ممكن نتابع ونشوف لو حد مش فاهمها. حد عارف؟ حد مش عارف دي جت منين؟ عايزين عملنا كنترول دلوقتي. عايزين نعرف الجزء من الكارنت اللي موجود جوه الكنترول ده. ايه الكارنت اللي موجود جوه الكنترول ده بالنسبه للكارنت اللي شوفه؟ تمام؟ فانا عندي كارنت اهو ماشي. فانا عندي حاجه متعرفه اسمها ايه؟ ان 1 دي نمبر اوف تيرز بيونت لينكس. يعني مثلا عندي ورق، عندي السولونوت ده طوله ال كارت وفي 10 تيرمز. طب نمبر اوف تيرمز بيونت لينكس كام؟ 10. في 10 تيرمز هو طوله ال. فالنمبر اوف تيرمز بيونت لينكس كام؟ 10 على ال صح؟
تمام؟ فانا دلوقتي عايز اعرف الطرف اللي موجود في الدنس الصغير ده بس. تمام؟ انا عايز اعرف الطرف اللي موجود في الدنس الصغير ده بالنسبه للدنس الايه؟ الكبير. حاضر يا سيدي. النمبر اوف تيرنز توتال فريش دي فريش ما بين اللينس اللي هو محدود بالباص بتاعي نسبة للنس ايه؟ الكل. حاضر اللينس الصغير اللي انا بحسب عندي انا بس ايه؟ ابن براين على ايه تلاتة. ماشي؟ ان على ان دي هي دي ايه؟ ان سمول. تمام كده؟ تاني عايز احسب الكرنت اللي موجود هنا بس في الباص ده بس. النهارده بتكلم على البتاع كل الشينوت ده كل في نمبر اوف تيرنز ان كابيتال متوزعين خلال لينس ايه؟ ال كابيتال. ماشي؟ فانا لو عايز اعرف الدنسي او عايز اعرف قد ايه موجود في وحده الايه؟ اطوال او في اليونت لينس مش على ال كله هو مقاسم ال على ال كده عرفت ايه؟ كام ترن عندي في وحده ايه؟ وحده اطوال او في اليونت لينس بتاعي. خلاص عرفت ان في اليونت لينس الواحد وانا بقيس على ايه؟ على ال براين وخلاص هضرب نمبر اوف تيرنز في اللينس اللي انا عايزه. تمام كده؟ فجت من هنا على ايه؟ ال ان في ال براين. بس كده. طيب ال بي زد دي في اتجاه زد بيساوي ايه؟ يو نوت ان ار. ما ننساش الاتجاه. خلاص كده حسبنا ال بي. ندخله هنا. هنكمل على انهي على انهي سيرفس؟ تمام صح؟ على انهي سيرفس بقى؟ ده صح؟ تمام؟ ده ماشي في البي صح كده؟ فلما نكمله هل البي ده فانكشن في اي حاجه من السبيس؟ دي نقطة ال ار صح؟ ممكن نخرجه بره التكامل ونكمل السيرفس ده على دايرة يطلع ايه؟ مساحة دايرة صح؟ يعني ممكن قلنا ايه؟ بي 2 اللي هي ميو ميو ان ار مضروبة في ايه؟ باي اي سكوير ار هي تكامل السر طبعا. فدي فاز الفور عايز احسب بقى ال 2 ار المفروض ان انا بس تعيطوا بس معنا ايتو انا بحسب على ده دلوقتي انا بحسب على الكبير ده اللي هو احنا مسمينه اي 2 هو طبعا كده يبقى اي 2 يبقى ال 2 1 نضرب الكلام ده في ان 1 على اي 2 فيبقى يو نو ان 1 دي ممكن تتعرف ان الاب صح كده؟ ان سكوير ال اي 2 على اي 2 كتير واي سكوير مش المفروض ان 1 دي ما مش ان سكوير المفروض ان 1 ان 2 حد عنده سؤال كده؟ وال 1 2 هي ال 2 خلاص اخر مساله Thank you.
عندي رابط سيلينويد بي ان تيرنز بريور تنس داخل جوه لوب داخل جواها واللوب دي فيها ريزيستنس اول مطلوب عايز الكرنت لا اول مطلوب بيقول ايه بقى نور الكرنت نزيد مع الوقت ومين اتجاه الموضع نزيد at constant rate constant rate اسمها ايه vr vr dt تساوي كده constant عايز الكرنت اللي ماشي في الريزستنس والدايركشن بتاعه ده اول مطلوب نعمل ايه؟ طب تعال نشوف هنشوف اتجاهه من هنا نفس الكلام نعرف اتجاهه ازاي؟ لاينز
فريد دلتا اس اللي هنكمل عليها. فهنكتب ايه؟ لما نكمل عليها برضه تبقى ايه؟ باي اس سكوير. فده ثابت هنخرجه بره ونيجاتيف دي اي باي دي تي في الكي. هنقسم على ار مش كي فوق نيجاتيف نيجاتيف بيتا وبي اس ده يطلع نيجاتيف تاني على طول. هل البي دلتا اس هنا عامله ازاي؟ كنا عكسها صح؟ هنا دلتا اس هنا. مش هنا مش هنا. اه بالعكس. هي كده؟ هتيجي دلتا اس دي هتطلع كمان اشاره نيجاتيف؟ هتبقى تحت بس. الاشارات دي برضه ايه؟ بتاعت الوصل دي ممكن دبل تشيك فيها على طول كده. طيب حسبنا خلاص اللي اتحرك وحسبنا التجربه. طيب اخر مرضو اول ما تقف انا بقول الفرق في السلوايد يمشي بيز هيت سايكل. دلوقتي بقول ان الفرق في السلوايد كونستنت. بس ايه اللي بيحصل بقى؟ السلوايد اتحرك بولد اوت من النور خالص. اتحرك كده اتحرك بره النور خالص. يعني الكروس سكشن كان بيسبب الفلوكس ده ايه؟ ما بقاش موجود. طيب عايز ايه بقى؟ عايز التشارج تيجي للتغيير ده يعني تشارج باص تشارج اللي عدت على الريزستنس يعني هتيجي للتغيير ده. عارفين ايه هنا حصل تغيير في ايه؟ من الوضع الاول ده الوضع ده حصل ايه؟ ايه التغيير اللي حصل؟ فلكس بالفلكس بالظبط. احنا عايزين نترجم التغيير في الفلكس لتغيير في التشارج. التغيير في التشارج ده اللي هو ايه؟ فالاي هي ايه؟ دي كيو باي دي تي. عايزين نربط الفلكس بالكارنت. ايه اللي في الاي؟ هو ما فيش بي بره. انا ما عنديش بي بره. بره فين؟ ما عنديش فلكس بره السلوايد. ما عنديش اي ام دي اصلا. على دي؟ اي صح. في تشينج حصل بقى اللي هو التغيير في الفلوكس كان بصيغه معينه اللي هي دي من كده لزيرو بقى بزيرو. اوكي عايزين بقى نربط ده اللي احنا لسه قايلينه ده بالشارج شارج تشينج. في تشارج هنقول ايه عشان بس بقى يعني اه دي ما يدخل اه صح؟ اه ودي ما يدخل دي واي دي تي بالفار من دي ودي نعوض من هنا في هنا نطلع بسرعة بس نقطع عند دلتا كيو نيجا تبقى نقطع بار ار دلتا فار باعتبار ايه؟ باعتبار انا بكمل ده كده ايه عبارة عن دلتا بس انا بعمل افريج كده لحظتين وبعدين بعمل افريج مرة دلتا فار ايه؟ كانت بكام وبقت كام؟ كانت بكام معينة؟ بعد بي سي فالتغيير اللي حصل ايه؟ هو زيرو ناقص الفاليو اللي هناك صح؟ اه نيجاتيف
او اي كان يعني اي حاجه تطلع من يمين الابسولوت بس هو ده التشينج اللي حصل على ايه؟ على التشارج على الاس معلش على التفكير خلاص كده